كثير بلتقي مع اصدقاء بيحكوا لي غسان ممكن تعطينا فكره مشروع جديد لانه خلص زهقنا الوظيفه وقررنا نترك الشغل ونأسس مشروعنا الخاص. الشغف بالحياه كثير حلو بس انك تطلع بفكره وتاسس مشروع هذا إشي ابدا مش سهل. اذا انت مستعد تخوض تجربه عن جد تاسس مشروع ريادي تشتغل اكثر طشات اقل فلوس بالسنوات الاولى اكيد كثير اقل بعديها بتبلش تفكر انك تطلع فكره. كل يوم الصبح لما نطلع من بيتنا نشوف تحديات، ممكن تحديات شوي في المواصلات، شوية أزمة، ممكن حاب أتأكد أنا موظفيني كيف عم بيشتغلوا بالشركة، أو ممكن مثلاً حاب أتعلم لغة جديدة بس عندي شوية صعوبات، أو أنا طالب جامعة ونفسي أشتري إشي أونلاين بس ما عندي حساب بالبنك. وكثير نسمع كلام آخ لو في، بتمنى لو في هيك. أنا صراحة ما بحب، ممكن تساعدني بهذا الإشي؟ دائما نسمع هذا الكلام ودائما نسمع كثير ناس دائما عم بتلوم، بتحكي اخ لو انا ببلد ثاني ممكن كان الوضع يكون مختلف شوي، والله باوروبا في هيك. كل هاي الكلمات عباره عن فرص، هاي الفرص الناس عم تحكي لك انا بحاجه هيك. رياده اعمال هو انك تلاقي حل لمشكله او تحدي موجود او رغبه موجوده بالسوق وتلبيها. لازم تسمع دائما من الناس وتلاحظ الناس ايش بدها. قبل ما نلوم خلينا نشوف ونعرف إذا أنت قررت تكون عجد ريادي أعمال، الكلام اللي بتسمعه والتحديات اللي بتمر فيها كل يوم عبارة عن فرص لك تحولها لشركات ناجحة. مش مهم إنك تطلع بالفكرة، الأهم إنك تعرف عن جد كيف تنفذ هاي الفكرة. أفكار بالعالم موجودة وين ما تكون، بس التحدي الكبير كيف تحولها لمشروع عن جد ناجح. هذا إنك تطلع بأفكار هاي بأبسط الأشياء، بس تأكد في طرق علمية كثير كبيرة كمان إنك تطلع فيها أفكار. إلى اللقاء.